تاريخ رياضة كبدي في الهند عظيم، لقد لعبت منذ العصور القديمة. اسمي ماحيت نارول، وأنا من قرية كاثورا في منطقة سونيباث في هارينا، حاليا أعيش في جورج تاون، وأنا لاعب كبدي على المستوى الوطني. كان هناك نادي كبدي في قريتنا وأبي كان المدرب. وبالتالي تعرفت على هذه الرياضة منذ صغري. كنت غير ناضج في ذلك الوقت ولم آخذ الموضوع على محمل الجد. كان الأمر مثيرا جدا عندما فزت لأول مرة. أول فوز لك هو الذكرى الأهم، وهو ما يدفعك إلى الأمام. منذ تلك اللحظة أصبحت كبدي أكثر من مجرد رياضة بالنسبة لي، ولم أنظر للخلف بعدها أبدا. إنها لعبة تتطلب الكثير من العمل الشاق. عندما يكون هناك مباراة قادمة علينا أن نضاعف تدريبنا 3 مرات، نتدرب من 3 إلى 4 ساعات مرتين في اليوم. أحيانا عندما نكون في معسكر التدريب لا يسمح لنا المدرب أن نذهب إلى المناسبات الاجتماعية أو العائلية. يشتكي أصدقائي غالبا من عدم حضوري لمناسباتهم الكبرى. نضطر لتجاهل أقاربنا وعائلتنا بسبب التزامنا بهذه الرياضة. ومع مرور الوقت غيرتني كبدي كثيرا. هناك شعور بالانضباط والنضج الذي يضيف قيمة أكبر لكل شيء. لطالما كانت رياضة ثقافية، ولكن منذ أن بدأ اتحاد المحترفين في عام 2014 ارتفعت اللعبة إلى مستوى أعلى، وأصبح ثاني أكبر اتحاد في الهند بعد الكريكيت مباشرة، وذلك في غضون 4 سنوات. أؤكد لكم أن كبدي ستتفوق على الكريكيت وستصبح عالمية. हमारा ये मानना है कि एक दिन एक क्रिकेट को फैल कर दे, क्रिकेट से बड़ी लीग हो, एक क्रिकेट से बड़ा गेम कबड्डी होने वाला है. إنها جزء من الألعاب الآسيوية بالأصل، وخلال وقت قصير ستصبح رياضة أولمبية. لا أحد يولد كلاعب كبدي. تجعلك الأرض قويا ومثابرا. أي شخص يثابر على التدريب الشاق يستطيع اللعب. عليه أن يتعلم ويستمع لمدربه الذي سيكون مرشده الأفضل. علمنا كبارنا الكثير. عندما يأتي الجيل الجديد سنفعل ما بوسعنا لمساعدته أيضا. ففي النهاية كبدي هي لعبة أجدادنا، لذلك من الضروري أن ننقلها اللاعبون الكبار إلى الجيل الأصغر. لا يحتاج اللاعبون الصغار سوى الرغبة في التعلم، إذ كانوا على استعداد لاحترام الكبار والتعلم منهم. عندها سيعلمونهم كل شيء يحتاجون لمعرفته. أرحب بجيل اللاعبين الجدد. معا سنساعد اللعبة على النمو.